السلام عليكم، نكمل محاضرتنا Part 5 عن Application of Ultraviolet and Visible Spectroscopy. طبعا احنا تكلمنا بالبداية عن انه شنو فائدة الالترافيوليت والفيزيبل سبكتروسكوبي، واهم فائدة انه احنا نعرف اكو النظام conjugated او لا. نجي هسه لبعض النقاط الاساسية، انه انا اسوي detection للفانكشنال جروب الكروموفور الموجود بالمركب مالتي، المركب العضوي، مثلا اذا كان موجود بي او ما موجود الالديهايدك او كيتونيك كاربونيل جروب. الكاربونيل جروب اللي موجوده بالالديهايد والكيتون، هل هي يعني غائبه او موجوده؟ طبعا ليش؟ لانه اذا هي حامل اللون، فاذا كانت موجوده او لا. ان الكونجوجيتد سيستم هذا اهم شيء اللي احنا ذكرناه. الاروماتيك رينج، اكيد الاروماتيك رينج هي ايضا بها نظام الكونجوجيتد. البرومين ايدين اتوم ان ذا موليكيولز، ليش؟ لانه البروم واليود يحتوي على اللون بير، هذا الان الكترونز ان اللي تنتقل الى باي ستار وسبب في ظهور الباند الخاص بها. زين، بعد detection of the conjugation and elucidation of its nature، يعني اني اعرف او اقدر النظام المتعاقب وايضا طبيعته، يعني شنو مثلا هنا عندي تعاقب مباشر دبل سينجل دبل، لكن هنا عندي كسر التعاقب هذا، هنا صار سينجل سينجل وبعدين يلا اجى الدبل، فهنا اقدر اعرف نوعية الباي الموجودة، نوعية الآثر الدبل الموجودة، هل هي isolated or conjugated حسب شنو؟ لانه عندي البانس اللي تظهر راح تكون طاقتها قليلة، راح تكون اللمدا ماكس الها عالية او الويف لينكس الها عالي، وبالتالي حسب البانس اللي يظهر راح اعرف شنو عندي. ايضا يكون study of extent of the of conjugation، يعني هل عندي شلون يعني حاعرفها الامدا ماكس والاي ماكس increase as the number of conjugated multiple bonds increases، لما تزيد بالتالي حاعرف انه انا عندي conjugated او لا. يعني كانت الامدا ماكس مثلا بال217، لكن كل ما يزيد يعني مجموعة double bond single double single double راح يزيد تقريبا 41 لمدا ماكس، تزيد قيمة هالقد تقريبا، فكل ما زادت الconjugated راح يزيد اللمدا ماكس، يعني حعرف هل عندي امتداد بالconjugation لو لا قليل يعني قصير الconjugation. وهذا اللي نشوفه بالبيتا كاروتين اللي هو موجود بالجزر، او اللايكوبين اللي موجود بالطماطة، هذا اللي تشوفون هنا الامتداد الكبير. طبعا بالبيتا كاروتين كلها متعاقبة، وهذا السبب في انه ظهر اللون باللون الاورنج، والليكوبين هنا عندي ظهر باللون الاحمر. طبعا اريد اذكركم انه احنا بالاورنج وريد، شنو دليل على شنو؟ ظهرت باللون البرتقالي، ظهرت باللون الاحمر، لكن شو امتصت؟ حتى هي المنطقة 450 اذا تتذكرون بالcomplementary color انه الظهر هو الاورنج او ظهر الريد، دليل على انه امتص اللون الازرق المخضر او الاخضر المزرق بهاي العجلة الالوان. ليش؟ لانه اللون اللي يمتص مو نفسه اللي ينعكس، هي ظهرت باللمدا ماكس 450، لذلك شنو اللون كان مالتها اللي يظهر اللي يمتص؟ هو اللون الازرق المخضر او الاخضر المزرق بهاي المنطقة، فظهر باللون الاورنج او ريد. هاي بس للتذكرة عن الموضوع الكومبلمنتري كولر. فهنا أنا حتى نعرف الconjugation هو هذا اللي احنا نتكلم ونعيد به، الconjugation الموجود بالمركبات العضوية اكيد يعني نقدر نعرفها بتطبيق هي احدى تطبيقات الـ UV او الـ visible spectroscopy. ممكن انه اني اميز ايضا الconjugated من الـ unconjugated compounds، اقدر اعرف هل هي متعاقبة او لا. شلون؟ مثلا ناخذ هنا مثال امامنا اللي هو الايزومرك داينز اللي هو 2 4، شوف 1 2 2، يعني اثره مزدوجة 2 و4 داينز، شو يكون اللمدا ماكس له 277، بينما 2 و5 نفسه
ونفس عدد الذرات، لكن 2 و5 هكسادايين شو يكون؟ يكون 170. شوف الفرق، شنو السبب هذا الاختلاف؟ هنا اكو تعاقب single double single double single، لكن هنا اكو single double single single double، يعني ماكو تعاقب وقت التعاقب، وبالتالي شوف وين ظهرت؟ بالمية وسبعين، بينما هنا بسبب وجود التعاقب وين ظهرت؟ ظهرت بـ227. وايضا هذا المركب ايضا الكيتوني unsaturated كيتون اللي هو هنا ماكو تعاقب، بينما هنا اكو تعاقب، وبالتالي ظهر بلمدا ماكس او longer wavelength. زين، ايضا determination of configuration of geometrical isomers، يعني اذا عندي مثلا ستالبين هنا سيز وترانس، هذه ترانس وهذا سيز، ايضا اختلاف اكو باللمدا ماكس الهم. ليش؟ لانه هنا عندي بالسيز 283 بينما بالترانس 295. شنو السبب؟ شوفوا الامتداد هنا يكون اوسع واوضح، بينما هنا صحيح هو conjugated، لكن شنو تحس انه هنا اكو اعاقة فراغية، هاي الاعاقة تقلل من امتداد او اتساع التعاقب، وبالتالي حقدر اعرف الجيومتريكال ايزومرز بمدهم سواء كان سيز او ترانس. هنا انا عندي شيء مهم، او انه اني اقدر اتوقع او اعرف اذا كان عندي او اتاكد في حال عندي فينولز او اروماتيك امينز. طبعا الاروماتيك امينز تكلمنا عنه، والفينولز هو نفس الطريقه ايضا، يعني اتاكد انه عندي فينول لو ما عندي، اجي اضيف وسط قاعدي pH 13، يعني وسط قاعدي للفينول في حال اني كان عندي، يعني ما اعرف انا جبت المركب اريد اشخصه اتوقع هو فينول، اضيف مثلا وسط قاعدي pH 13، اني قست اللمدا ماكس بالبدايه وبعد ذلك اخلي له وسط قاعدي اريد اتاكد. في حال زادت اللمدا ماكس شح اعرف انه هذا فينول. ليش؟ لانه هنا كان عندي او اتش، الاتش مرتبطه بالاو صحيح داخل بكونجوجيتد، لكن هنا زادت التعاقب. ليش؟ لان صار فينوكسايد، ايون الفينوكسايد هذا اللمدا ماكس مالته اعلى من الفينول نفسه. ونفس الحال بالانيلين، هاي الانيلين كان يحتوي على ان الكترونز اللي هو لون بير النون بوندينج، لكن من قللت يعني العفو زيت الحامضيه 4، هنا قاعدي هنا حامضي، يعني ضفت شنو؟ محتوى حامضي اتش، فهنا انشغلت اللون بير، ما صار ماكو بعد لون بير حره تقدر تدخل في تعاقب مع الحلقه، وبالتالي هنا يحقل، وهذا شفناه في البارتات السابقة شلون قلت اللمدا ماكس لهذا الأنيلينيوم، بينما الأنيلين تكون أعلى. طبعا هنا انتهت محاضرتنا، يعني أشكركم شكر جزيل. عندنا البارت الأخير اللي هو عن البنزين موجود أيضا، أتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم.